بهدف حماية الصناعات التقليدية المعرضة للاندثار، نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة دورات لتدريب 770 من الشباب والنساء على صناعتي الجلود والفخار، بما يعمل على خلق فرص عمل وتوفير اليد العاملة الماهرة لهذه الصناعات. يعني كل ست ما كانتش تقدر تخرج انها تشتغل معاها اطفال، اصبحت دلوقتي بتشتغل في البيت، تقدر تدخل دخل لنفسها في وسط اولادها وقاعده. حبيت ان انا اعرف الفخار، كل ما بشوف الفخار بعايزه اعرف هو بيتكون من ايه او بيتعمل ازاي، لان حبها ان حسها فيها فن وبدات تنقرض. ليست مجرد كلمات عابره، ولكنها تعبر عما بداخل صاحباتها من حماس ورغبة صادقة في تحسين أحوال أسرهن المعيشية والاهتمام بصناعات شرفت على الاندثار، وهي الأهداف نفسها التي دفعت جمعية نهوض وتنمية المرأة لتنظيم دورات تستهدف تدريب 770 من الشباب والنساء على صناعتين تقليديتين الجلود والفخار ضمن مشروع صناعات تندثر دعونا ننقذها. اخترنا شباب وسيدات، رجال ونساء يعني، من الشباب اللي موجودين في منطقه مصر القديمه ومناطق اللي حولها، علشان ندربهم مع بقى ايه المعلم اللي هو صاحب الصنعه الاصلي، وكمان مع اساتذه الجامعه، عشان نقدر نعمل ايه اتقان ويعني الحاجه تبقى احسن شويه. بالاضافه كمان اهتمينا بالنواحي البيئيه، لانه كانت الشكوى انه سواء صناعه الجلود او الفخار ممكن تكون بتضر بالبيئه. المشروع ياتي بتمويل من احدى مؤسسات المجتمع المدني، حرصا على تدريب الشباب بما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل وتاهيل وتطوير الورش العامله في صناعتي الجلود والفخار، مما يؤدي الى الحفاظ على البيئه ومسايره التطورات التي تشهدها المهنة. احنا بنؤمن ان العمل الاهلي لازم يكون شريك حقيقي للحكومة وللقطاع الخاص في ان هو يلبي احتياجات الناس، يستجيب لتطلعات الناس، يحاول ان هو يساهم في حل اهم المشكلات اللي بتواجه مجتمعنا، مشكلة تدريب الشباب، مشكلة خلق فرص عمل للشباب. وفي الحفل الختامي للمشروع طالب أصحاب الورش العاملة في الصناعات المعرضة للاندثار بإنشاء مراكز للتدريب، بما يعمل على توفير العمالة الماهرة مع عدم تشكيل ضغط على الورش أثناء عملية التدريب. عندنا بشكل عام في مهنة صناعة الفخار والخزف ضعف في العمالة، وبالتالي جه مشروع التدريب دوت علشان يعوض هذا الضعف. تطوير الصناعات التقليدية يعمل على فتح آفاق جديدة لها من خلال تصدير منتجاتها إلى الخارج. دعم هذه الصناعات التقليدية المعرضة للاندثار لا يمثل فقط وسيلة من وسائل الحفاظ على الهوية، ولكنه يمثل دعما للاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تذليل كل الصعوبات التي تواجهها. سوزان مصطفى للتلفزيون المصري.